بدأت ما بتقدر ترسي في راس الرجاء صالح من الناحية الثانية عشان الرياح. فالحتة دي الخليدة شوية فيه بروتكشن من الرياح عشان كده اتبنت سامون ستار. وجو بعد في الفيوتشا اتبنت هنا برضو السلاح المارينز او البحرية بتاع ساوث افريكا والمدينة. يعني كيب تاون ما بتشوف فيها ناس الجيش اللي بتسجيش او كده، ما بتشوف ناس الجيش الا هنا عندهم السلاح بتاع البحرية، الرئاسة بتاعتي هنا الغواصات وكده. طبعا مانديلا لما جاء لقى الناس اللي عندهم سلاح نووي وغواصات نووية ده كله عندهم، لكن لها السلاح النووي مانديلا. بعدين طبعا هم في صناعة الطيارات الحربية بتاعت الهليكوبتر هم طبعا نمبر 1، حتى فوت الروس فوت الامريكان في حتى السعودية بتيجي تشتري منهم الطيارات بتاعت الهليكوبتر حرب الطيارات الهليكوبتر زي الاباشا وزي الحاجات دي، هم متخصصين في الهليكوبتر وفي الغواصات. بس انا مستعمل دي هو ده الخليج اللي بتشوف كل الحياه هنا. هنا بتشوف البطاريق طبعا عايشه هنا، كلاب البحر كانت عايشه هنا ومشت، اسماك القرش موجوده هنا، والحيتان كتير جدا بشوف حيتان هنا، حتى شهر شفت حيتان على شاطئ هنا. بيمين طبعا المطاعم بتاعت السمك وزي السواح مثلا. قبل ما نصل سايمون ستاون او قبل ما نصل للطريق عندهم المنجم بتاع الاحجار الكريمه.